يا اصحابي، نقول صباح الخير. عاملين ايه دلوقتي؟ احنا ورانا رحله طويله جدا. امبارح كنت عند منا ومعايا السكوتر بتاعي، وعطل مني وكنت لازم اتاخر حوالي الساعه 10، كانش في حد فاتح. فانا دلوقتي راح اجيبه واخد معايا ميكانيكي. ما علينا، في رحله طويله جدا. يلا بينا يلا بينا. انا سايبه هناك في العماره عندهم، يا رب راح ليه بس. يلا بينا. الميكانيكي يا جدعان راح يغير عشان يجي معايا، ويوم اسود النهارده وهنبقى في الطريق. تحيه مصر، تحيه مصر. الصحاب ده الموتوسيكل. بص يا اسطى، كنت قاعد شوف اللعبه. انزل رخصك يا عم، خلاص ده اتعدي. اللي همشي بالموتوسيكل عشان راح اجيب الموتوسيكل. ايه يا ابني حاطه فين؟ حسن جاي معلم. يا حسن، لست حسن، ما توطيش قوي. لست حسن الميكانيكي، روح يصلح لنا المكنه يا جدع. روح اجيب من الاخر. ينفع ساعة الا ربع والميكانيكي بيغير. كملت ساعة والميكانيكي لسه ما جاش. الراجل زي انا همشي بقى، ده شغل. انا سامع عليكم حسين الناس. بص على يا حسن، راح اغير عشان يجي معايا يصلح الاسكوت. ما بقاش ميكانيكي كده. حسن ده بقى عريس. يا حسن. مش هينفع اروح لمنه فاضي اشتري الحاجة اللي هي بتحبها. فين هو خلص ولا ايه؟ واخيرا وصلنا اهو. الحاج حسن شغال. شغال عنب. ها وصلنا لايه؟ ما جبته وبص عليه. بعد ما جبته وبص على السكوتر بيقول لي محتاج ميكانيكي. ما انت شغال ايه؟ اه من امبارح. بص الحل، احنا ممكن دلوقتي احنا اقتحمنا الموضوع، انا اكيد اللي مبوظ التراب. ايوه نلف لازق براحتنا بقى. بقى لنا اكتر من 5 ساعات ومفيش امل. مش عارف نعمل ايه دلوقتي. قايل علينا والسكوتر لسه ما عملتوش، مش لاقي الكونتاكت ليه خالص. سبته في الورشه وادينا قاعد اهو. مالك بس يا عزيزي، مالك؟ طبطب عليك اهو. قاعدين لحد دلوقتي مش لاقي حل، مش لاقيين حل خالص. السكوتر بتاعي مات. دفنا بكره الصبح.